إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك. يقال أن الحقيقة هي وجهة نظر، لكن هذه الوجهة تتكون من مقتطفات من الحقيقة، وأحيانا لا تكون صحيحة بتاتا، إنما هي معتقداتنا الشخصية، أو بالأحرى ما تم دفعنا إلى الاعتقاد به فحسب. نحن نعيش في عالم متوافر المعلومات، والجهل فيه سمة أوفر بالذات، وموضوع المهدي ليس غريبا عن هذا الفهم. وقد أظهر التاريخ مدى الانبهار بين المسلمين وغير المسلمين بهذه النبوءة. The Mahdi will be a messianic figure. He will be a descendant of Muhammad. He will take control of the world. He will establish a new world order. He will destroy all who resist him. He will invade many nations. He will make a seven-year peace treaty with the Jews. He will rule for 7 years, establish Islam as the only religion. He will come on a white horse with supernatural power. He will be loved by all people on earth. Who's the 12th Imam? You know how I feel about the 12th Imam in Iran. How are you walking around not telling me that? فرأينا عبر التاريخ عددا لا يحصى من المدعين أنهم المهدي، وفعلوا ذلك إما يأسا أو لأغراض أنانية خاصتهم. واكتشفنا منقادين من بين العامة ساعين إلى اقتباس تنوير من السماء، ولكنهم وجدوا أنفسهم في قول الزور والكفر والتضليل. وفي هذا العصر من الواضح أن البشرية في حالة تدهور، وأن هناك قمعا وظلما وجورا واسع النطاق، إلى حد أن اتفق غالبية العلماء أن كل العلامات الصغرى قد تحققت. ومع اقتراب الساعات الأخيرة، السؤال الكبير الذي يدور في أذهان الجميع: أين المهدي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وللإجابة على مكان المهدي، يجب أولا فحص سمات وخصائص هذا الفرد في ضوء القرآن والسنة والفقه، كما يجب فحص آراء الفقهاء والمفكرين ووجهات نظرهم حتى تتسق كما ينبغي مع الحديث والتفسير ومقالات العلماء. فالمهدي هو المنقذ المنتظر المتنبأ به من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا ويقيم الدين الحق، والمبشر بعصر ذهبي يقارب عقدا من الزمن، وهو أيضا المبشر بالمجيء الثاني للمسيح صلى الله عليه وسلم. وظهور المهدي هو حلقة وصل بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى ليوم القيامة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي. وفيما يتعلق بأسماء المهدي، يتفق العلماء عموما أن اسمه ربما يكون محمد بن عبد الله، ومع ذلك بإعادة النظر في الحديث يمكننا أن نفهم الحديث من منظور أكثر دقة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي رواية أخرى قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. ومع أن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد، إلا أنه ذكر في الحديث إن لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب. وبعد فحص جميع هذه الأحاديث يمكننا حصر اسم المهدي بين محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، والعاقب، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه صرح أن هذه هي أسماؤه. ومع ذلك فإن جل العلماء أجمعوا أن اسم المهدي في حقيقة الأمر هو محمد، نظرا لطبيعة دقة الحديث الآخر فيما يتعلق بالاسم الأول للمهدي واسم أبي. فبالنسبة لاسم والد المهدي، أشار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن اسم أبي اسم أبي، ويواطي اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي. فعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي. فخلاصة القول، نفهم من الحديث أن اسم والد المهدي هو ذاته اسم والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله. وبناء على هذه المعلومة كان لزاما أن يكون اسم والد المهدي مثل أو يتوافق مع أو يوافق أو يواطئ أو مطابقا لاسم عبد الله الذي يعني عبدا لله. وفي العالم الإسلامي يتكون الاسم النظري في تسمية الذكور من خلال إرضاف مصطلح عبد إلى أي من أسماء الله، وقد تأسس هذا التمييز احتراما لقداسة أسماء الله الحسنى. فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك عندما ننادي يا رحمن أو يا عزيز في دعائنا فإننا نظل ندعو الله. كما أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما، لأجل ذلك يمكن أن يتطابق اسم والد المهدي أيضا مع أي من أسماء الله 99. فعلى سبيل المثال لدينا اسم عبد الله، ولكن إذا قلنا عبد الهادي أو عبد الغني أو عبد الكريم. وفي الحقيقة نفس الشيء، إذ تشير جميع الأسماء إلى عبد الله، واستبدال اسم الله بأي من أسمائه 99 لا يغير شيئا، لأن التسمية في نهاية الأمر ستتطابق مع اسم عبد الله. وأيا كان فإن الاسم من أسماء الله 99، لأن هذه الأسماء تخص الله عز وجل فقط. فختاما، يمكن أن يكون اسم المهدي مزيجا من أي مما بينا سلفا، ما دام الاسم الأول من بين أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسم والده يشبه اسم عبد الله أو يتوافق معه أو يواطئه أو يطابقه، والله أعلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل.